صلاح جاهين قال على لسان سعاد حسني هي أذكى من هو. وبصراحة أنا متحيزة جدا لحتة ذكاء الأنثى دي، لأن ذكائها وقدرتها الرهيبة على التحمل هما اللي خلوها تعرف تثبت نفسها من زمان قوي، لأنها بتتميز عن الرجل بأنها عصب البيت، ورغم كده عارفة تتحقق في الحياة العملية. مدام عزة ست مصرية بدت حياتها ووصلت اللي هي فيه بالنسبة للعالم، احكي لي عن بداياتك. وخان الخليلي، أنا مهندسة ديكور، اشتغلت شوية في الديكور وما اتبسطتش، قلت أغير. فلقيت كتاب، الكتاب ده كان عن الحلي في القرون الوسطى، فتح لي الباب بتاع الحلي اللي ما كانتش اتصور ان انا من 40 سنه ان انا ممكن ابقى سايقه. فقلت احسن حاجه ان انا اروح اتعلم صياغه في خان خليلي، ابقى اعمل فرش. انت كربه منزل وكام وكسيده عامله، ازاي عرفتي توفقي؟ ازاي اتحديتي كل الصعاب؟ عارفه لما تحبي شيء قوي فتحسي انك مش مساعده تتنزلي، مش مساله تحدي، هو العمليه مشيت ومشيت، وما بحسش ان انا عملت مشوار صعب الا لما برجع خطوتين لورا وبشوف صوري القديمه وانا لابسه الاوفرول وبقول يا خبر، هو انا قعدت 15 سنه البس اوفرول وجزمه كاوتش واشتغل؟ ساعتها بادرك ان انا هو كان مشوار طويل بس ما كانش صعب، لان هو كله كان بحب. فانا اعتقد الناس بتحب شغلها بيفرق قوي معاها. هو كان مشوار طويل ومشوار انك لبستي الاوفرول 15 سنه، لانه ما كانش عندي حاجه غير كده، يعني عارفه اللي واحد ماشي على قطر ودو دو 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 دو. لا، ما كانش عندي حل غير كده. طول الوقت ببقى في ورش وفي خان خليلي وبروح اسبق شغل بتاع، فكان لازم ما اقدرش ابقى بلبس كعب واقع على وشي، فكان لازم البس جزمه واطيه والبس اوفرول. انت كونك كامراه واجهتي تحديات في حياتك عشان توصلي للي انت فيه، انا عايزه اعرف ايه نوع التحديات اللي انت واجهتيها؟ لو بنتكلم على تحديات مهنه، لا ما كانش عندي، هقول لك حاجه، لا ما كانش عندي، يعني ساعات مثلا ناس تشيك تقول لك انا بروح البنك استلف عشان اعمل مشروع فما يسلفونيش لان انا ست، انا ما كانش الحاله كده. يعني عمري ما دخلت بنك وما سلفونيش، عمري ما قعدت في حته في اجتماع وكنت كون ان انا ست انقص من قدري. تعرفي انا رايي انه التحدي الحقيقي اللي بيواجه الستات اللي بيشتغلوا هم الاسره، لانه الست هي اللي واقع على عاتقها الاسره. الاسره لو ما نجحتش فتبقى الست هي اللي فاشله. يعني ممكن يبقى في ست وراجل والولاد يسقطوا يطلعوا فاشلين، يقول لك اصل ماما بتشتغل، ونبتدي تاني رجوعا اصل الست لازم ترجع تقعد في البيت عشان الولاد ينجحوا. لا بالعكس، انا رايي انه الستات اللي بيشتغلوا اسرتهم واولادهم بيدوهم كواليتي تايم. ما هي الست دماغها فارغه، بالعكس هي ست دماغها موزونه. واجهت تحديات هو تحديات الاسره، ان انا بيتي لازم يبقى نظيف، لازم يبقى عندنا اكل، هسافر لازم ابقى عارفه هم عندهم هياكلوا ايه النهارده وبكره هياكلوا ايه وبعده هياكلوا ايه، والغسيل معمول والمكوه نظيفه. كل التزاماتهم موجوده طبعا، واحتياجاتهم موجوده. انا عايزه اقول لك لازم تبقي دايما طول الوقت بتثبتي انك مش فاشله. انت صديقه لاولادك؟ بصي عايزه اقول لك حاجه، الى حد كبير انا اعتقد ان انا من الامهات اللي عندهم مخ متفتح
وبيسمعوا لاولادهم ومانيش كبسة على نفسهم. انما في الاخر هم اولادنا مش 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 ملكنا، فاهمه؟ يعني عارفه زي ما قال جبران، اولادكم اولاد الحياه. ده صحيح. فهم انت عارفه مشكلتنا ان احنا نربيهم ونوجههم ونقولهم الصح من الغلط ونحطهم على الطريق الصح، وهم بقى يطيروا واحنا كمان نطير. انا عايزه اقول لك صح، ان الطيران ده مش محتاج حد عشان يطير معاكي، الطيران ده منك انتي.